كتير متقفلة، ناقصنا فهم ومقدرة عشان نفتحها ولو عليها كلوم. مشكلة ولا معضلة ولا لغة رقمات، تفاصيلها بسيطة مفاتيحها معاك. وإيه تاني تعوزه غير إن ابنك بكرة تشوف عقدك تطلع على ولدك لحسن يتطبع بطباعك، تبقى انت الظالم وهو المظلوم. اهلا يا اللي بتشوفونا في برنامج ابني ومفتاحه. انا نفسي انا سني بتاع، انا كبير على فكره، انا ما اغركوش القصه دي، انا كبير، انا بتاع اعمل لي كده حاجه و30 37 سنه كده. انا اتعلمت اقول مالي يجي مثلا من سنه، يمكن من سنه تسالني مالي اقول لك انا دلوقتي انا حاسه كذا 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 كذا. تعودت من سنه او اكتر شويه اني اسال بنتي سؤال هو صعب جدا، يعني هو طويل، يعني هو سؤال طويل وبياخد معاك وقت ومجهود علشان تقوله كده، لكن اهو يعني نجرب. تعلمت اسال بنتي السؤال الصعب هو عباره عن مالك. تخيلوا مالك بس كده، لقيت ان مالك دي بتطلع حبه كلام كويسين ومهمين جدا وبيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم. احنا اللي تعلمناها متاخر، بس هم مش متعلمينها متاخر. واضح بس ان هو بيبقوا مستنيين مننا سؤال صغير كده، حبيبي انت في حاجه مضايقاك، فتلاقيه كر على طول ايه اللي مضايقه. طب حبيبي، طب ده ضايقك ليه، او حسيت ان ده لما حصل كده عمل لك ايه كده، فانت عيطت. حاجات اسئله صغيره جدا. جبنا طفلين كده جمال قوي، قلنا نشوفهم هما فاهمين مالهم ولا مش مالهم. سالناهم يعني طب انت بتبقى كويس امتى وتبقى متضايق امتى. الصراحه لخبطونا قوي، مش عارفه اذا كنت انا اتعلمتها وانا 36 سنه او 37 سنه، سوري نسيت سنه يعني. هما لما سالنا الطفلين دول عيال صغننين كده 5 6 7 سنين قالوا مالهم ازاي، تعالوا كده شوفوا. وانت عندك لسه هوم ورك ما خلصش؟ كتير؟ كتير جدا. وانت يا مانويلا عندك هوم ورك ما خلصش ولا عملتيه؟ عندي املا عربي. ده انت هتلعبي هنا؟ ماشي. وانت تلعب فين؟ وانا مش هلعب في حته. تعالى كده افرجك على المكان هنا. ازيكم؟ مش كويسين؟ ليه؟ كده ليه مش كويسين؟ ولا بتهزر؟ بهزر. طيب وانتي كويسة يا أستاذة؟ انتي زيك ولا ايه؟ انتي كنتي نايمة ولا ايه؟ انتي كويسة؟ كويسة ليه؟ عشان ايه؟ عشان محاضرة. سيبيني ألون. طيب خلاص هسيبك تلون. يا ماسيو انت كويس؟ يعني ايه كويس اصلا؟ يعني بسلامة. بسلامة؟ ويعني ايه بسلامه؟ يعني مبسوط، متضايق، فرحان، زعلان، مخنوق، حران، طفشان، انسان، ايه يعني؟ ايه كويس؟ يعني ما حصليش حاجه وحشه. ما حصلكش حاجه وحشه. طيب اصلا هو ممكن تحصل لك حاجه وحشه؟ لا. ليه ممكن؟ مش ممكن تحصل حاجه تضايقك يعني ابدا؟ يعني انت ولا مره من ساعه ما انت اتولدت في حاجه ضايقتك؟ في، بس ايه مثلا؟ يعني ايه اللي بيضايقك؟ ايه اكتر حاجه ممكن تضايقك يعني؟ صحابي بيضايقوني في المدرسه. صحابك بيضايقوك زي مثلا يعملوا ايه؟ فدي حاجه تضايقك. في واحد صاحبي اسمه سيف بيرمي حاجتي على الارض وبيفضل يرخم. لما حد من اصحابك يفضل يرخم فانت بتتضايق لما يرمي حاجتك، صح؟ طب ولما بتبقى متضايق بتروح تحكي يعني مثلا مع بابا او ماما وتقول لهم انا متضايق؟ احيانا. منقول لها افتح لك الصلصال ده. انا هلون. طيب خلاص لما تخلصي تلوين قولي لي، هو انت كمان في حاجات بتضايقك؟ زي ايه؟ كتير. زي ايه يا بنتي؟ احكي لي زعلتيني. حاجات اللي بيضايقني ان ماما وبابا بيزعقوا. اوبا بقى، بيزعقوا لما انت تعملي ايه مثلا؟ بيزعقوا لبعض، هو ده اللي بيضايق.
لما بيزعقوا لبعض لما تبقى في حاجه مثلا ماما عايزاها ولسه ما اتعملتش فيقعد اقول له يلا اعملها ومش عارفه ايه. يا عم سيبها يا عم سيبها تحكي براحتها، بابا وماما عارفين اللي هتقول. ما عملتش حاجه. طيب انتي بقى، انتي بقى يعني انتي بتتضايقي لما بابا وماما ساعات بيزعقوا مع بعض، لكن انتي من ولا بس انا ما ينفعش اقول حاجه بتحصل في البيت. صح، احنا مش هنقول اي حاجه بتحصل في البيت، احنا هنقول حاجات بتحصل مع مانويلا ملناش دعوه بالبيت. خلاص تمام. انتي بقى مانويلا ايه اكتر حاجه بتضايقك؟ اكتر حاجه بتضايقني لما اصحابك مثلا يعملوا ايه؟ لما اصحابي انا صحابي يلعبوا باي حاجه بتاعتي ويقعدوا يذاكروا خلاص. طيب لو مثلا يعني انت اتضايقتي وحد من اصحابك عمل حاجه ضايقتك فانت عيطتي صح، وماما بتشوفك بتعيطي فماما بتقولك ايه؟ قولي انا اسفه، انا حقك عليا. حقك عليا؟ الله. طب وانت بتعرفي تحكي مع ماما لما تبقي متضايقه؟ بعرف. بتقولي لها ايه يعني لما حد من اصحابك بيتضايقك بتروحي تقولي لماما ايه؟ بروح اقول لها. طب قول لي انت يا عم، قول لي علشان انا اتلخبطت شويه. فانت لما بتبقى متضايق ممكن تروح تقول لبابا وماما انك متضايق، يعني لو صاحبك ده اللي بيرمي لك حاجتك في الارض بترجع تحكي مع ماما وبابا ان في حاجه مضايقاك؟ طب بيعملوا ايه؟ مش بيعملوا حاجه، بيروحوا المدرسه يشوفوا مين اللي ضايق. وانت بتتبسط لما بابا وماما بيعملوا كده؟ عشان هم شافوا الموضوع. شافوا الموضوع، حسيت كده ان في حد قوي معاك بابا وماما صح؟ مانويلا هو احنا ينفع نعيط ولا ما ينفعش نعيط؟ ما ينفعش. ما ينفعش نعيط؟ بس لو في حاجه مضايقانا قوي نعيط ولا لا؟ نعيط عادي يعني حقنا صح؟ صح؟ ماسيو انت لما بتبقى في حاجه مضايقاك قوي عادي تعيط ولا تقول لا انا راجل ما عيطش؟ بحبش اعيط. ما بتحبش تعيط؟ لكن لو حاجه صعبه قوي ممكن عادي تعيط ولا العياط ده حاجه غلط ممنوع العياط؟ لا العياط ده حاجه غلط. ممكن؟ وانت رايك ايه يا استاذه؟ ممكن لو حاجه ضايقتني بس انا مش حتى لو حاجه ضايقتني مش بعيط. بس ممكن ودي مش حاجه غلط ان احنا نعيط. ايه سوري انا ما سمعتكيش، انت بتقولي ايه؟ خلصتها. بقول خلصتها. خلصتيها؟ وريني، فرجيني. واو وريها لنا في الكاميرا دي، انت لو انت ايه جميله، انت فنانه قوي. هو انت بتبقي مبسوطه وانت بتلعبي؟ ببقى مبسوطه جدا. وريني وشك بيبقى عامل ازاي كده وانت مبسوطه؟ وريني مبسوطه ازاي. طب وريني زعلانه ازاي؟ ماما عملت لك اكل انت مش بتحبيه، وريني هتبقي عامله ازاي وشك ده؟ ايه ده الوش ده؟ ده ايه الوش ده؟ وش ايه؟ وش ايه ده يا عم؟ قول لي ماسيو الحق، وش ايه ده؟ طب لو ماما وبابا، اخر سؤال بقى وبعد كده نروح نمشي نلعب بره انا وانتوا ماشي. لو بابا عمل حاجه تضايقك ماشي وانت اتضايقت منه جدا ان هو مثلا زعقلك عقبك وعدك بحاجه وما عملهاش، بتروح تقول له ولا لا؟ لو بينسى بروح افكره، انت وعدتني ان احنا نروح سنتي وعدتني كذا كذا كذا. برافو. اوكي ولو هو مثلا قالك اوكي بس انا خلاص غيرت رايي ومش هعمل كده هتعمل ايه؟ هيكون هو مش قادر ونروح المره الجايه وهعرف انه هيبقى تعبان. اوكي فلو قال لك كده مش قادر بس يعني هو لازم يقول لك السبب ولا يقول لك انا قلت لا وخلاص؟ تقول له اوكي ولا بتبقى عايز تعرف السبب؟ عايز اعرف السبب. فانت حقك لو انت بابا او ماما وعدك بحاجه وانت وما عملوهاش حقك تروح تسالهم وما يقولولكش خلاص هي كده وخلاص، لا لازم يفهموك ليه صح؟ صح؟ لو ماما او بابا زعقوا لك جامد جدا كده وانت اتخضيتي وعيطتي فهتقولي لهم ايه؟ يلا قوليلي بقى هتقولي لهم ايه؟ يعني طب هو الطريقه دي بتضايقك ولا كويسه؟ بتضايقني. طيب ولما حاجه تضايقك هنقول لماما وبابا ان احنا متضايقين ولا لا؟ هنقول لهم. نقول لهم وانت تقول لهم؟ مش بقول لهم. هتقول لهم؟ مش بقول لهم. طب بتفكر تقول لهم؟ لا. برضو يعني انت لو في حاجه مضايقاك مش هتقول لبابا؟ لا لو في حاجه مضايقاني هو ما عملهاش لو حاجه مضايقاك هو عملها لا مش هرد عليه. مش هتقول له؟ طب ما هو بس محتاج يعرف علشان الحاجات دي ما تتكررش. لو هو بيعمل حاجه بتضايقك
يقول لك هو عملها ازاي وما يكررش يعمل كده، صح؟ تيجي نجرب النهارده. بزعل منه شويه وبروح وبعدين اصالحه. بس انت عارف ان الاحسن قوي، عارفه يا مانويلا، انت كمان اسمعيني عشان الكلام ده ممكن نجربه النهارده مع بابا وماما، هما سامعيننا كده. انتوا موافقين؟ موافقين على اللي احنا قلناه؟ طيب، فهم بابا وماما موافقين ان لو في حاجه ضايقتنا نروح نقول لهم احنا متضايقين منها. من حقك جدا 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 انك تروح تقول لبابا وماما: يا بابا انا متضايق، يا بابا انا غضبان، يا ماما انا متعصبه جدا، في حاجه خانقاني. بابا وماما عندهم استعداد جدا ان هم يسمعوكم طول الوقت، مبسوط، فرحان، متضايق، مخنوق كده. موافقه؟ موافقه يا ست؟ يا انسه. طيب رخصه القياده دي انا عايزه اشوفها، تعالي معايا كده. استاذه اهي جت، يلا بينا، يلا هاتي هاتي الرسمه بتاعتك، وانت هاتي الرسمه بتاعتك. يلا يا ماسيو. انا لسه مخلصتش. ماشي، يلا بينا، يلا بينا. خلاص يلا بقى، تعال نقول لبابا. انت اتبسطت النهارده ولا مش قوي بصراحه؟ اتبسطت. اتبسطت؟ طب تعال نقول لبابا وماما انك انت اتبسطت. وانت اتبسطت يا منولا؟ اتبسطت. طب تعال نقول لبابا وماما ان احنا اتبسطنا. يلا اجري 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 اجري. يا اختي كميله عسولين خالص، يعني تسال كده. على فكره هم ما يعرفونيش، شافوني مرتين بس في حياتهم، لكن اقول لهم ايه اللي بيضايقك؟ عارف وعارف، عارفه كويس قوي ايه اللي بيضايقها. طيب ايه اللي بيبسطك وتخليك مبسوط كده وبتضحك؟ عارفين، عارفين على فكره كويس قوي ايه اللي بيضايقهم وايه اللي بيبسطهم. ده انا وانا الغريبه، انا ست البعبع اللي جبتهم هنا يصوروا قدام كاميرات، عرفوا يعبروا ويقولوا هم مالهم متضايقين من ايه ومبسوطين من ايه وايه اللي بيبسطهم وايه اللي بيضايقهم. الموضوع مهم جدا جدا، واذا كنا احنا الكبار بنتلخبط فيه فمحتاجين مساعدة. الصراحة محتاجين مساعدة، إحنا نقول إيه لعيالنا ونعلمهم إزاي يعبروا عن مشاعرهم، وإحنا أصلاً يعني ككبار نعبر عن مشاعرنا إزاي. كويس قوي لو تعلمنا ده، فمش هينفع نتعلمه لوحدنا، كويس لو طلبنا مساعدة. وإحنا علشان نبقى حققنا رغبات حضراتكم جبنا لكم حد يساعدني ويساعدكم في إن إحنا إزاي نعلم ولادنا وإحنا كمان نتعلم نعبر عن مشاعرنا. الضيفة الجميلة اللي جاية نيرفانا هتقول لنا إزاي نعلم عيالنا الموضوع ده. تعالوا شوفوها وركزوا قوي قوي، ممكن تجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا كده أي كلام كده يفرق معاكم يعني. تعالوا معايا. مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا استاذة نيرفانا؟ ازيك يا نينا؟ مبسوطة ان انا بشوفك معانا في برنامج ابني ومفتاحه. ممكن تعرفيني بنفسك؟ انا اسمي نيرفانا، انا بشتغل كونسلتيف تريننج، وعندي بنتين فرح وفريدة، بدي تريننجز في كذا شركة. ومن طبيعة الشغل يعني ان انا لما بدي تريننجز حاجات طبعا يعني بتكب في العمل وفي البيزنس، لكن بيبقوا في الاخر والاول يعني هم ابهات وامهات وعندهم اسئله مع ان احنا في الشغل بس تلاقي في اسئله كده عن ازاي ابقى اب وام ناجح في الاول وفي الاخر. عظيم جدا، وعشان كده حضرتك معانا، وعلشان كمان بشوفك مثال جميل جدا جدا في تعاملك مع بناتك، فعشان كده مبسوطه انك انت وافقتي تيجي البرنامج. بصي يا استاذه، الحلقات دي عن حاجه انا بشوفها انها مهمه وفي نفس الوقت مش عارفه اعملها كويس قوي. التعبير عن المشاعر عند الاطفال، هو يعني ايه؟ يعني ايه يعبر عن مشاعره اصلا؟ اوكي، كنت قلت لك ان انا بحب اعرف الاول عشان نبقى انا وانتي ماشيين في حته واحده. تمام. يعني ايه مشاعر اصلا؟ هي حالات شعوريه بتنتج نتيجه خبرات معينه انا بتحط فيها. تمام. والخبرات دي بتكون عندي افكار، والافكار دي بتنتج عنها مشاعر. تمام. ففي الاول وفي الاخر برضو انه المشاعر دي بتتكون نتيجه شويه افكار معينين ونظرات معينه انا بشوف بيها المواقف. تمام. اوكي، ف انا ليه عندي مشاعر؟ انا عندي مشاعر لان انا عندي مشاعر. جزء اساسي قوي من مكونات البني ادم هو نفس وروح وجسد وفيهم مشاعر. والمشاعر دي متكونه نتيجه كل حاجه انا بقابلها، نتيجه من اول ما بتولد ومن قبل كمان. يعني الدراسات اللي انا عماله اقراها قبل ما اتولد، يعني من وانا في الرحم بيحصل اي شعور الام بتحس بيه بيوصل على طول للطفل. تمام. ف
فلو الام مثلا مرت بشعور وحده كتير قوي وقت طويل، الطفل بيطلع اول مشاكل بيتحط فيها اول احساس بيجيله هو الوحده. فانا عايزه اقول انه المشاعر دي حاجه طبيعيه جدا انا بلجأ لها وعند كل الناس أوكي. محدش يقول انا شخص عقلاني، لان اثبت علميا ان مفيش حاجه اسمها شخص عقلاني. مفيش. وده حاجات علميه. مثلا مشاعره جامده، مشاعره مش عارفه ايه اللي بنسمعه. في واحد بيعرف يتحكم في مشاعره وفي واحد مش بيعرف يتحكم في مشاعره. فمفيش حاجه اسمها العقلانيه، ومفيش حاجه اسمها ده شخص طول الوقت عنده مشاعر فيضه ما عندوش مخ خالص. طيب تمام، فكده عرفنا ان كل البشر من هم في رحم الام بيتكون عندهم مشاعر حسب حاله الام او كده، كمان بنكمل عليهم بعد ما بيتولد. بالظبط. في الاول قولي لي ايه اهميه ان انا اعبر عن مشاعري كمان. طيب خليني اقول انه في خمس مشاعر رئيسيه. تمام. ايه هي الخمس مشاعر الرئيسيه؟ اللي هي جوي وفير وانجر وسادنس وديسكاست، اللي هم ايه؟ اللي هم الفرح، الخوف، الغضب، الحزن، وان هو انا بقى قرفان يعني. اوكي تمام. قرفان مش قرفان متضايق، لا، قرفان قرفان من حاجه شكلها مثلا. لا لا لا، مش هي قرفان قرفان شكلها من اكل حاجه من منظر يعني الاطفال يعني. اوكي بالظبط. لو في خمس مشاعر رئيسيه هي دي اللي بتتحكم فينا. ازاي البني ادم يعيش من غير ما يبقى عارف هو ماله دلوقتي؟ ده السؤال اللي لازم اساله لنفسي. هو انا ينفع طول الوقت ابقى مش عارفه مالي؟ انا مش عارف مالي. انا زهقان. بس هو مش بيبقى زهقان، هو بيبقى اتعرض لمشكله معينه مخليه متضايق مثلا، مخليه محبط. الخمس مشاعر الاساسيه دي كل اتنين منهم بيكونوا حاجه تانية. يعني فلو انت لو دورتوا على الانترنت وكتبتوا فيلينجز او مشاعر، هيطلع دايره كبيره قوي. الدايره دي مليانه خمس الوان رئيسيه، ومتقسمه كل لون متقسم كم مشاعر تاني. دي مشكلتنا حتى باينه زي الايموجي اللي موجود على أيوة الموبايلات بتاعتنا. صح بالظبط. هما دول كانوا الخمس ابطال رئيسيين. مشكلتي ان انا مش بعرف، انا كبني ادم بقى كأم وكأب، مش بعرف احط مشاعري في كلمه. فكلها كل مشاعري انا قرفان، انا متضايق، انا زهقان، وإلخ. لكن ما اعرفش اقول مثلا انا محبط لاني حسيت بالفشل. يعني ممكن اكون انا محبط بس اصلا بقول انا قرفان. أيوة. اصلا بقولها حاجه تاني خالص. وعايزه اقول لك بقى ان في ناس بتبقى جعانه جدا، والجوع ده بيصيبهم بزعل. بيحبط. يعني انا لما جوع قوي الدنيا كلها تسود في عيني. ده بجد ولا مش ده حقيقي؟ اوكي. ده حقيقي يا جماعه لو سمحت. لسه مفيش لسه رمادي شويه. فانا اول ما نجوع تحسي ده حاجات اثباتات علميه، يعني مش عايزه اتطرق ليها لان هي حاجات كتير قوي. لكن بيقول لك انه وقت الجوع البني ادم بيفقد كل طاقته، بيحاول بقى يلاقي اي كل قدراته، يعني المخ وكده، بيحاول يهضم اي حاجه موجوده علشان يديله شويه طاقه، يدور على اي حاجه يديله شويه طاقه. فانا بالتالي بحس لو انا قابلت مشكله وانا دلوقتي مش واكله كويس، انا زعلانه جدا لاني مش عارفه احل المشكله دي، وبالتالي بحس بفشل رهيب. وبالتالي بعد ما احس بالفشل ببتدي اخد شويه قرارات، القرارات دي اي كلام. ممكن يبقى سبب كل ده انا اصلا جعان. اوكي. عيالي كده اول ما يتضايقوا نقعد نتخانق مع بعض. والبيت ممكن يولع. بس لو اكلوا، لو انا بقى كأم فهمت ان هما بس دلوقتي جعانين، هو بقى مش فتره. يعني تلاقي مثلا ماما انت اوحش ام في الوجود، انت يا ماما ما بتخلينيش اعمل اللي انا عايزه، ونقعد انا وهم بقى نتخانق. وبعدين فجاه اول ما ياكلوا يحصل حاجه تانية خالص. طب تعالي بقى نحل المشكله. سوري، ده انا كنت فاهماكي بتقولي كذا كذا كذا. اوكي. فليه مهم ان انا اعبر عن مشاعري؟ لان المشاعر هي اوقات بتقودني لحته انا مش عايزه اروح لها دلوقتي. لان انا مش عارفه بس اقولها في كلمه. هحكي بسرعه قصه. كنت في تدريب فبنعلم الناس ازاي يعملوا ثوت تريسنج، اللي هي ازاي يعني اتابع افكاري لغايه ما اوصل للمشاعر اللي انا فيها دلوقتي، وبالتالي المشاعر دي هي بتقودني لايه. تمام. اوكي. ففي بنت كانت يعني تريننج 5 ايام، ففي كل شويه تقول لي انا ساعات كده الاقي نفسي مخنوقه فجاه. ولا طب بيحصل ايه؟ معرفش. طب يا ستي طب فكري. لا مش عارفه خالص، انا فجاه كده الاقي نفسي مخنوقه. المهم قلت لها طيب
اول ما تحسي ان انت مخنوقه اكتبي الحاجات اللي انت مريتي اللي انت عملتيها على طول قبل ما تبقي مخنوقه قبل ما الاحساس ده يجي. المهم قعدت تكتب تكتب، في اخر يوم اكتشفنا ان هي دايما ارتباطها بفيسبوك بيعكننها حاجه معينه. ليه بقى؟ بتشوف بوست لبنت صاحبتها، البنت دي زي ما تقولي ايه هو يعني نفسيا نفسنا يعني ما بين البنتين. اول ما مثلا تلاقي صوره البروفايل بتاعتها مثلا عليها لايكس اكتر من عدد اللايكس بتاعتها فتحس ان هي مخنوقه. بوست هي حطاه والتانية البوست بتاعها ما نالش اعداد اللايك اللي التانية واخداه، فتلاقيها فجاه راحت حست بان هي مخنوقه فجاه. هي طبعا مش مدركه ان هو ده اللي عملها، يعني هو ده اللي خلاها مخنوقه. ليه؟ لان انا بقول لا 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 ده سبب هايف جدا انه يخليني ازعل. ازاي ده يخليني ازعل؟ بس لا اصله مش هو ده السبب. السبب ايه؟ السبب ان انا شعره بالغيره. طب شعره بالغيره ليه؟ لان هي مثلا ناجحه في كذا حاجه، انا نفسي ابقى زيها، لا شكلها احلى مني، طب تعالي بقى نتكلم. طب ثانيه بقى ده يعملوه الكبار يعني؟ واضح من كلامك ان دي البنت كبيره يعني، معرفش يمكن تكون في جامعه مثلا. طب الاطفال يعني دلوقتي بكلم مامات عيالهم 7 سنين و5 سنين، اعملها معاهم ازاي دي؟ لما واحد يبقى الواد متعصب اساعده ازاي يعرف مشاعره؟ عامة أنا لما أعرف أعبر عن مشاعري كأم أنا بنقل ده لأولادي بصورة أسهل. يعني البداية عندي إن البداية أنا أعرف عندي. أعبر عن مشاعري بالزبط. وأسميها صح. حلوة قوي. تمام. فأنا كأم أنا عارفة إن أنا دلوقتي متضايقة قوي لأن مثلا راجعة من الشغل وحصل لي موقف، جت بنتي تكلمني رحت هبة فيها. هي حست إن ماما إيه؟ عصبية أو لا ماما بتكرهني. اوكي ده الشعور اللي وصل له. تمام. فانا مكروهه انا مش محبوبه من ماما. طيب اعمل ايه؟ فانا هتعامل بناء على الحاجه اللي وصلت لي ان ماما بتكرهني، فانا دايما انا وماما هنبقى في خناقه فدايما هنتخانق مع ماما. انا كأم محتاجه ادرك ان انا فرستريتد او محبطه من حاجه حصلت لي في الشغل. تمام. فانا بهدوء جدا اروح اقول لها فرح انا حصل لي مشكله كبيره قوي في الشغل، انا فعلا محبطه جدا، فانا مش قصدي ازعق لك، انا محبطه دلوقتي وحاسه ان انا مش عارفه اتكلم معاكي كويس. فممكن تديني فتره اقدر فيها اريكفر او ابقى كويسه وفي الاخر نتكلم انا وانتي مع بعض في الموضوع الفلاني اللي مضايقك. تمام. فهي وصلت لها ايه؟ وصلت لها شويه حاجات ماما بتعملها لما تبقى بتسلك السلوك الفلاني. فجت فرح بعدها بكام يوم راحت مزعقه جامد قوي، فقالت لي ايه بعدها؟ ماما انا اسفه انا دراعي واجعني فانا بالتالي ده مخليني متقرفه. اوكي. فانا ما كانش قصدي ازعق، انا كان قصدي بس عايزه اقول ان انا دراعي وجعني فانا ما اعرفش ايه اللي حصل فانا زعقت. فده اتعلمته من اني حضرتك بتعملي كده كمان معاهم. إيه؟ اوكي. فانا بنعلم من ولاد ايه من وهم صغيرين يعني من وهم اطفال في كروت معينه كده مرسوم عليها فيسز، انجري او غضبان زعلان مبسوط، دي بيتعلموها الولاد اللي بيرسموا كاريكاتير ساعات. فازاي يرسم وش بعينين مش عارفه ايه وكده، فاحنا بنوريهم الكروت دي. الكروت دي ده وش ايه؟ ده زعلان. فانت لما هتزعلي هتعملي ايه؟ قلت لي هعمل كده. اوكي. اوكي. لما هتتبسطي هتعملي ايه؟ هعمل كده. فانا بعلمه شويه حاجات، دي حاجات بسيطه قوي للاطفال. وعلى المدى الطويل انا كأم انا طول الوقت بقول بنقل مشاعري وبتاسف. بتأسف. مهم. لا ده ازاي؟ مهم قوي قوي قوي. انا طويله وعريضه كده هو اقول لبنت قد كده وانا اسفه؟ في يوم من الايام احكي لك قصه مضحكه قوي كل ما افتكرها اضحك. طلعت الشتوي. تمام. وطلعت الشتوي ودخلت الصيفي كده، بيبقى عندهم بوكسز تحت السرير بحط فيها الصيفي ودخلتها تحت السرير خلاص وكله تمام. والبروسيس ده التطليعة وتدخلت الشتوي والصيفي دي ازمه كبيره قوي في حياتي مع انها مش مرهقه، باجلها الموسم اللي بعده بزهق منها. فروحت الشغل رجعت فرح وفريده كانوا رجعوا قبلي، لقيت فرح عملت ايه؟ راحت مدخله كل الشتوي وطلعت الصيفي دي. انا طبعا انهارت ولقيتني عماله ازعق مش ازعق بطريقه عاديه. انا كاني كنت يعني بصوت الوحش. وبعدين هي البنت اذهلت يعني، البنت لقيتها مبرقه كده يعني كانت معركه كبيره يعني. وانت لا وهتعمليهم لوحدك ومش عارفه ايه. المهم اليوم عدى واحنا متخانقين، صحيت تاني يوم انا عماله افكر طول الليل في اللي انا عملته. يعني هو 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 ايه اللي حصل يعني لما تدخل وتطلع الشتوي؟ انا ابتديت اسال نفسي اسئله يعني. هو انت ليه زعلانه؟
هو يعني هو ده اللي حصل ده سبب لك انت ايه؟ طبعا قعدت ارد لا دي ما سمعتش الكلام، طب ما هي كده هتعيا، طب ما هي كده مش عارفه، انا تعبت وقعدت اطلع في شغلي وبعدين هي لقيتها دخلته وبعدين كمان مش متوضب مش متروق ومش متطبق كويس، فانا من حقي طبعا ازعل، انا بكلم نفسي يعني. وبعدين اكتشفت انه الرد فعلي اعمق واكبر جدا 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 من المشكله جدا، وسبب لها هي مشكله اكبر. يعني هي حست ماما دي مونستر يعني وحش جاي هيهجم عليا في اي وقت. فروحت بهدوء بعد ما انا اتكلمت مع نفسي، انا بحب قوي اكتب يعني اسال سؤال لنفسي وبعدين ارد عليه وبعدين اسال تاني وارد عليه لغايه ما اوصل لحل انا وانا يعني كويس. نبقى وصلنا له كويس قوي، ودي طريقه احب قوي الامهات تستخدمها. يا ريت يا ريت تكلموا مع نفسكم. رحت قلت الفرح انا حسيت ان انا عملت حاجه غلط خالص امبارح، الزعيق اللي انا زعقته ده ما كانش يعني المشكله ما كانتش مستاهله كل ده، كان ممكن بهدوء جدا اقول لك خلاص يو ار ديسيبليند او انت هتتحملي مسؤوليه قرارك ان انت تطلعي وتدخلي تاني اللي انت عملتي. فانا اسفه وان انا عملت كده، انا يعني انا ما كانش صح ابدا ان انا ازعق بالطريقه الفلانيه، كنا ممكن نتخانق بس ما كانش صح ابدا ان انا يعني ازعق لك بالطريقه. فهي طبعا البنت مش فرق معاها ان انا اتاسفت يعني، دي اول انا ده دايما بحب الدنيا أتأسف. نورت ايوه فكان ماما زيها زينا بتغلط غير خالص لما الام طول الوقت عماله تغلط او الاب طول الوقت عمال يغلط بس ما يقولش انا اسف. هو الاطفال شايفيننا هيروز ابطال، فطالما انا هيرو في نظرها اي حاجه بعملها هي هتمشي زيها. لو انا ما جيتش اتاسفت عن حاجه غلط انا عملتها هي مش هترتجع، هي مش هتفهم ان ده حاجه غلط حصلت، فهتتبنى نفس الطريقه والوسائل اللي انا استخدمتها بعد كده. تمام. الحاجه اللي انا عبرت فيها عن مشاعري انه انا كنت راجعه تعبانه من الشغل وده كان مسبب لي ضغط جامد قوي، فانا غالبا اتخانقت علشان انا كنت تعبانه ونعسانه وجعانه. فانا اسفه ان انا عملت كده. هي كل مرة بتتعلم بالتراكم بقى بتتعلم انه غالبا التعبير عن المشاعر ده بيساعدني وبيساعد اللي قدامي. حلو جدا جدا، حضرتك قلتي ثلاث حاجات لحد دلوقتي يعني مهمين جدا. ان الحاجة الاولى ان الموقف اللي حكيتيه الاول لما حضرتك اتعصبتي وكده وكان في سبب مضايقك فروحتي جيتي قلتي لها على فكرة انا متضايقة عشان حصل كذا كذا، فده علمهم فانا كمان اقول ايه اللي بيضايقني فبيعلمهم هم يقولوا ايه اللي مضايقهم. الحاجه الثانيه ان انا ممكن استخدم لو عيالي سنهم صغيرين ممكن اطبع صور لايموجي كتير مختلفه وصور لواحد مكشر واحد متضايق تعبان الكلام ده واعلمه ده يعني مكشر فانت لما تبقى مكشر يبقى متضايق من كذا او ده غضبان ده حران ده جعان الكلام ده بالزبط. والحاجه الثانيه ان حضرتك قلتي اني ممكن جدا في وقت من الاوقات ابقى انا مش عارفه مالي يعني بس عملت حاجه غلط فانا محتاجه ان انا اتاسف على اللي انا عملته وان انا اتاسف ده بيعلمهم هم حاجه كمان ان هم بيتبنوا طريقتي دي. طيب اخر سؤال في الحلقه ده هساله حضرتك اني ماشي علمت الابن يعمل الحاجات دي بس بيقول حاجات تافهه جدا جدا وانا لا فاهماها ولا مقدراها ولا مش فاهمه ايه ده وده يزعلك في ايه عندي حاجه هايفه فبينطبع كده شعور عند الوقت ايه العبط ده يعني اللي بتقوله يعني شايفه الحته دي نتعامل معاها ازاي؟ هو انا عايزه افكرني وانا صغيره بقى ساعتها لما كنت راجع مثلا من المدرسة و و و وكان دوري ان انا اقف اول واحدة وصاحبتي وقفت اول واحدة بدالي فدي بالنسبة لي ازمة. فانا دي كانت بالنسبة لي في يوم من الايام ازمة يعني حلو ان انا استرجع انا ذكرياتي ايه اللي اثر فيا وانا صغيرة وده كان بالنسبة لي حاجة قيمة جدا بس ما حدش يمكن اتكلم معايا فيه. بس طول ما احنا بنتكلم مع عيالنا حتى في الحاجات التافهة اللي انا شايفاها تافهة وصغيرة انا ممكن اهز راسي انا ممكن اساله اكتر عن شعوره طب حسيت بايه طب ايه اللي ضايقك طب حصل ايه تاني مش لازم كل مره اتدارج يعني او احسسه ان انا يعني الموقف انا مش قصدي مش لازم كل مره لا قصدي ان انا مش هعرف كل مره امشي واقول ياه والحاجات دي ساعات بحس الحاجات هايفه قوي بس خد بالك انه العالم بتاعه قد كده فمشاكله هتبقى قد كده انا مقدره جدا ان احنا مشاكلنا يعني متفاقمه بس هو العالم بتاعه دي مشاكله فانا لازم اتدارك المشاكل بتاعه العالم الصغير قوي بتاعه وان دي هو شايفها اللي وقفت قدامي في الطابور دي اعمق مشكله انا وصلت فيها لغايه دلوقتي طبعا
فهماكي جدا. فما ينفعش، او عايزه اقول ممنوع، معلش مش عارفه توافقيني ولا لا، ممنوع ان انا استهيف مشاعر هو مضايقاه دلوقتي. يعني هو انا بقى حزنان. يعني الممنوع مرغوب. خلاص مش ممنوع، لحسن الممنوع يبقى مرغوب. هو مش حلو، مش حلو. تاني هرجع افكرنا كاباء وامهات انه انا عايز اشوف ابني ازاي لما يكبر، عايز اوصله لانهي مرحله، عايز اسيبه فين، في انهي محطه. فلو انا كده فهفضل طول الوقت مركزه انه انا عارفه ان ده ارهاق، ده ارهاق. بس احنا مسؤولين على قراراتنا ان احنا خلفنا. بالظبط. شكرا جدا 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 للي قلتيه، ده كلام مهم قوي قوي قوي. تاني الاستاذه بتفكرنا، استاذه نيرفانا بتفكرنا ان افتكر دايما السؤال انت عايز تشوف ابنك ازاي، لان كل ما بتشوف السؤال ده قدامك وكل ما تشوفيه قدامك بتبقي حاسه بالمسؤوليه اكتر، لان الموضوع زي ما الاستاذه قالت ان الموضوع مرهق جدا ولازم له تركيز خالص ولازم له احساس خالص ولازم له ان انا احط نفسي مكانهم وافتكر وانا طفله كمان كانت تتعامل معايا ازاي وكانت اتمنى ان هم يتعاملوا معايا ازاي. بالضبط. تمام كده. تحبي تقولي لهم حاجه تاني في الكاميرا بتاعتك اهي؟ تحبي تقولي ايه للاهالي في حته المشاعر دي؟ انتي وانت اعرفوا قد ايه مشاعركوا قيمه، يعني اعرف انت واقف فين ومشاعرك دي بتاخدك لغايه فين، ف وايه الافكار اللي بتخليك تحس بالمشاعر دي. فمهم قوي الكتابه، يعني انا بحب قوي اكتب، فكل مره انا بحس بشعور معين بكتب ايه اللي حصل قبلها يخليني اوصل للشعور المعين اللي انا فيه ده، لغايه ما انا اعرف اعبر عن مشاعري وبالتالي اللي حواليا هيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم. شكرا جدا جدا استاذه نيرفانا على الوقت اللي اديتيه لنا، وشكرا على كل معلومه جميله قلتيها. وانا افتكرت شويه حاجات كده هعملها مع بنتي، اهمهم انا عايزه اشوف بنتي ازاي بعد وقت. انتوا كمان اعملوا الحاجات دي واسمعوا باقي الحلقات اللي كانت مع الأستاذة نيرفانا من برنامج ابني ومفتاحه، شوفوهم كويس وركزوا كده ايه اللي اتقال واكتبوا ليكوا نقط تعملوها، وما فيش وقت يعني بلاش تقولوا خلاص الاسبوع الجاي، لا ابدأوا من النهاردة. بص انت لو عملت البدع وحضرتك عملتي البدع علشان تعلمي العيال كيف يعبرون عن مشاعرهم وهم متضايقين ومخنوقين او هم مزقططين وانتي او انت ما بتعرفش تعمل كده، انسى يا برنس، انسى يا معلم، مش هتعرف. لازم علشان تعلم ولادك ان هم يعبروا عن مشاعرهم لازم انت كمان تكون متعلم تعبر عن مشاعرك. وحضرتك لو فارق معاكي قوي نفسيه عيالك وتعرفيهم هم مقلوبين مخنوقين متضايقين متعصبين من ايه، انت كمان لازم تتعلمي تعبري عن مشاعرك. من فضلكم دي من اكتر الحاجات اللي لما اتعلمناها لقينا الموضوع مريح ونفسيا كده، تلاقي نفسك قاعد مبسوط ومزقطط. مش مطلوب من حضراتكم ان اولادكم بيبقوا بيضحكوا طول الوقت لان هما بني ادمين وبيتضايقوا برضو، لكن مطلوب مننا كويس قوي كلنا ان نتعلم ازاي نعبر عن مشاعرنا ومالنا حاسين بايه دلوقتي وايه اللي ضاغطنا. مش عيب ابدا زي ما سمعتوا انكم انتوا كمان تقولوا انا متضايقه عشان حصل كذا 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 في الشغل، او حضرتك تيجي تقول معلش انا اسف انا متعصب عشان حصل معايا موقف مع واحد صاحبي كذا كذا كذا. عيالكوا الصغننين دول المفعيز بيحترموا قوي اللي انتوا بتقولوه. ارجوكم انتوا عيشوا الحياه اللي انتوا عايزين تعلموها لاولادكم. شكرا، ونشوفكم في حلقه تاني من ابني ومفتاحه. شكل ولون ببان كتير متقفلة، ناقصنا فهم ومقدرة عشان نفتحها ولو عليها كلوم. مش مشكلة ولا معضلة ولا لوغاريتمات، تفاصيلها بسيطة مفاتيحها معاك. وايه التاني تعوزه غير ان بكرة تشوفه يتغير للأفضل يوم ورا يوم ورا يوم، وبلاش عقدك تطلع على ولدك لحسن يتطبع بطباعك تبقى انت الظالم هو المظلوم.